رئيس الوزراء يرد على أسئلة الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي ويؤكد حرص الدولة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار. الرئيس الروسي يواصل إجراءات التعبئة على الجبهة الأوكرانية والغرب يراها استنزافا لموارد موسكو. ردا على تصعيد جارتها الشمالية، كوريا الجنوبية تنشر ما يصل إلى 80 طائرة مقاتلة من بينها مقاتلات الشمال. الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تبني سياسة مرونة لسعر الصرف يؤدي اقتصاديا إلى زيادة مستوى الصادرات نظرا لزيادة مستويات تنافسيتها وخفض جاذبية الواردات نظرا لارتفاع أسعارها، خاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة الكاملة. وأشار مدبولي إلى أن الأثر الخاص بتمرير التغييرات في سعر الصرف للأسعار المحلية عادة ما يكون مؤقتا ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار وخلال رده على أسئلة واستفسارات الحوار الوطني. أضاف مدبولي أن سياسة سعر الصرف المتبعة حاليا هي سياسة مرنة لسعر الصرف وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات، معتبرا أنها السياسة الأنسب اقتصاديا للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي والتي لا تفرض قيودا على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية. مشيرا إلى توجه البنك المركزي المصري قريبا إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم بالإضافة إلى تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية ليس فقط مقابل عملة واحدة وهو الدولار الذي ارتفع بنسبة 20% مقابل عدد من العملات الرئيسة، وإنما أيضا مقابل عدد من العملات الأخرى والتي ارتفع الجنيه المصري أيضا في مقابلها في الآونة الأخيرة. We'll be right back.
لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، بعد التحية، كيف قرأت ردود رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على المسودة النهائية والأسئلة المرسلة من الحوار الوطني والتي طرحها في المؤتمر الاقتصادي مؤخرا؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبكل مشاهدي القناة الأولى، وبالتأكيد أستطيع أن أضع عنوانا لما صرح به رئيس مجلس الوزراء اليوم بأن الدولة المصرية تنتقل من رد الفعل إلى مرحلة الفعل، إلى مرحلة التخطيط على المدى المتوسط. فمنذ بداية الحرب الأوكرانية في 24 فبراير 2022 الماضي، منذ نحو 8 أشهر، العالم مر بتغيرات سريعة ومتسارعة في الأحداث الاقتصادية. كانت كل دول العالم تصدر قراراتها بصفتها رد فعل للمستجدات، ولكن الدولة المصرية الآن تضع ثوابتها. رئيس مجلس الوزراء يعلن خطوطا تفصيلية لما يحدث وستتجه إليه الدولة المصرية في المستقبل خلال 4 سنوات القادمة. وهذا الأمر وإن بدا واضحا من ما عرضه السيد رئيس مجلس الوزراء بأنها خطوط واضحة وقوية تؤسس لاقتصاد ناجح خلال 4 سنوات القادمة، إلا أنه وفي ذات الوقت يعلن بإطلاق منصة تفاعلية من أجل تحديد الأولويات المجتمعية والوصول إلى رؤى مشتركة مع الجميع، وهو الأمر الذي لا يجعل الحكومة تحتكر العمل الاقتصادي والعمل العام، وإنما هي تعمل ويعلن رئيس مجلس الوزراء الخطوط التي تسير فيها الدولة، والحكومة منفتحة على الجميع وعلى كافة مقترحات الجميع طالما كانت في إطار الضوابط ومحددات صناعة القرار الاقتصادي. طيب دكتور وليد، في هذا الإطار لو تسمح لي عن التقييم العام ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية التي انتهجتها الدولة مؤخرا، وأيضا مخرجات وتوصيات الحوار الوطني والذي عرضت في الحوار الاقتصادي مؤخرا في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. كيف تقيم اهتمام الدولة بالاستماع لكافة الآراء والتساؤلات المختلفة من الجهات أو المؤسسات وأيضا من الخبراء لوضع هذه الخطة التشاركية لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها العالم في الوقت الحالي؟ دعنا نبدأ من السياسة النقدية. هناك ثابت الجميع متفق عليه، سواء قبل الأزمة الأوكرانية وقبل كورونا أو بعدهم أو الآن أو في أي وقت، وهو أن سياسة الصرف المرنة هي الأنسب لإدارة الاقتصاد، وهي الأنسب لدفع الصادرات وللانخراط في الاقتصاد العالمي. ولكن بنقول سياسة صرف مرنة وليست حرية مطلقة، لأن دور السياسات النقدية هي محاولة الحفاظ على سعر الصرف. الدولة المصرية لما بتستخدم هذه السياسات هي لها سياسات، لها معايير وبتقوم بها الدولة المصرية، وعندما لا تستطيع هذه السياسات تحقيق جانب كبير من الاستقرار فبطبيعة الحال فمرونة السعر بتحكم حكمها. وفي المقابل لما بنتكلم في مع وزارة المالية والسياسة المالية، بالتأكيد تابعنا ومنذ نوفمبر 2016 مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي كيف أن وزارة المالية بتتبنى سياسات متعلقة بتحقيق الفائض الأولي وبالسيطرة على عجز الموازنة وبسير الدين مسارا تنازليا. هذه السياسات سواء السياسة المالية أو السياسة النقدية بيتم التأكيد عليها الآن. فكرة أن هذه السياسات واجهت تحديات كبيرة منذ 24 فبراير 2022 مع تاريخ الحرب الأوكرانية، إلا أن الدولة المصرية بتعلن اليوم ممثلة في رئيس مجلس الوزراء أنها ستستمر في هذه السياسات وستدعمها بسياسات إصلاح هيكلي من خلال إجراءات تدعم نشاط القطاع الخاص، إجراءات تؤدي إلى تحفيز معدلات النمو بحيث يكون معدلات النمو وزيادة الناتج المحلي هي الدعم الأساسي لاستقرار أسعار الصرف واستقرار توازن الموازنة العامة المصرية. بالطبع دكتور وليد، يعني كل الشكر والتقدير لحضرتك على هذا العرض والتحليل. شكرا جزيلا لك الكاتب الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود المبذولة من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده رئيس اللجنة الدكتور حسام المصري. وفي هذا الإطار جدد رئيس الوزراء الإشادة بالجهود التي تبذلها اللجنة الطبية وتعاملها مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مؤكدا أهمية
الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة في رفع المعاناة عن المرضى وذويهم وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين. من جانبه أوضح رئيس اللجنة الطبية أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 548 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 511 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 125 طن مواد غذائية وغير غذائية، وتم ضبط أكثر من 59 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط قرابة 66 طن، كما تم ضبط 724 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 69 قضية خبز ناقص الوزن و85 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في مجال ضبط قضايا التهرب والتهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 33 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 359 طن. تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي إطار مبادرة كلنا واحد، استقبلت وزارة الداخلية بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية عددا من شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة وترسيخ الوعي والانتماء الوطني لديهم. في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية تستجيب لمقترحات الطلبة والطالبات أعضاء الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضرية الجديدة، وتنظم زيارة لعدد منهم وأسرهم لمقر الإدارة العامة للحماية المدنية. لما بلدنا ادتنا الحب بنوا علشان نوفوا الوقت أجيال طلع في مصر جديدة بضحكة جميلة ترق القلب لما نشوف أبطال حالفين يحموا ويبقوا اليوم جديد. مين يقدر يقول لي بقى في العمارة اللي احنا سكننا فيها جديد عندنا أدوات علشان نطفي بيها الحرائق؟ عندنا في أهالينا في العمارة اللي أنا ساكنة فيها بيبقى فيها زي صندوق وبكرة، وجنب الصندوق ده مقفول بتفتحه بتلاقي البكرة، وجنبها تمام. بتبقى حنفية وليها محبس. كل دور ولا في دور واحد بس؟ لا كل دور، كل ودي دور. سلم طوارئ كمان. وانت عارفة فين سلم الطوارئ؟ آه. ومفتوح مكان سلم الطوارئ ولا مقفول؟ لا سلم الطوارئ مفتوح على طول. طيب سقف المنة. كان مهم جدا ندي شوية نصايح وتوعية تتعلق بمسببات الحرائق في المنازل وإزاي نتصرف معاها وإزاي نستخدم أدوات وتجهيزات الإطفاء الموجودة عندنا في المنزل وإزاي نتصرف وقت حدوث الحرائق علشان نتجنب الدخان لحد ما قوات الإطفاء توصل. ليه إحنا مهم جداً لنا إن إحنا نحافظ ونعيش في بيئة نظيفة؟ وزي ما أنتوا عارفين كلكم إن إحنا خلال أيام هنستضيف أكبر مؤتمر لتغير المناخ والبيئة في العالم. ايه أهمية البيئة واللي لازم نحافظ عليها؟ أول حاجة أنا بحافظ على البيئة عشان أحافظ على صحتي، لو في تلوث من الهواء أمنعه عشان ما يأثرش عليا. بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر المناخ كان لازم نفهم أولادنا يعني ايه تغير مناخ وايه المسببات اللي بتؤدي لتلوث البيئة، وكان لازم نقول لهم ايه الحاجات اللي نعملها عشان نحافظ على البيئة بتاعتنا وما نتأثرش ونؤثر على المناخ، ويكونوا في نفس الوقت سفراء لبقية الناس في مجال المحافظة على البيئة. ده دور مجتمعي للدولة مهم جدا لتربية النشء على قضايا تغير المناخ. أنا النهاردة في الحماية المدنية، وكنت قبل كده في معسكر 3 أيام في أكاديمية الشرطة. إحنا اتعلمنا إزاي ننتمي لبلدنا. أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرعاية ديت المكان الجميل اللي هو سكننا فيه.
زيارة تأتي استمرارا للدور المجتمعي للوزارة تجاه قاطني تلك المناطق، وبما يعزز قيم الولاء والانتماء وتنمية الوعي الأمني والشرطي لديهم. بكرة نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر. في ناس بنسمع عنهم وبنشوفهم يقول لك ده غرق في النيل، ده غرق في البحر، احنا شغلتنا ان احنا ننقذهم ونطلعهم. في عربية موجودة تحت المية، العربية ديت محتجز فيها غريق ومش عارفين نطلعه بالطريقة العادية، فهنضطر نستخدم قصافة هيدروليكية بالمعدة ديت اللي واقفة بره علشان نحرر الجسم البني آدم دوت ونطلع بيه. طبعا المهارة ديت صعبة جدا ومحتاجة تدريبات كتيرة. ورينا الأهالينا بيان إنقاذ غريق من قبل رجال الإنقاذ النهري إدارة الحماية المدنية، علشان بعد كده لو هتقدر تنقذ حد حاول تساعده، لو مش هتعرف تنقذه وما بتعرفش تعوم ما تحاولش علشان ما تعرضش حياتك للخطر، واتصل بالمسؤولين من رجال الحماية المدنية في الإنقاذ النهري. لما تشوف أبطال حلفين بيورونا ازاي لما في حد بيغرق ازاي نعرف ننقذه وازاي نتصرف في الحالات اللي زي دي. كمان ازاي لو حصل لنا حاجه في الحريق او غرق او كده نعرف نتصرف ازاي. ويطلب كمان الرقم بتاع الحرائق اللي هي 180. احنا بنشكر سياده الرئيس جدا جدا اللي هو جابنا المكان الجميل ده. جولة قام بها الشباب والطلائع لميادين التدريب التخصصية بالإدارة العامة للحماية المدنية لمشاهدة العروض التدريبية أسهمت في إثراء ثقافتهم وتنمية الوعي لديهم بأهمية دور هؤلاء الرجال في الحفاظ على الأرواح والممتلكات مهما قدموا من تضحيات. أجيال طلاب مصر جديد بتقول دايما تحيا مصر. لما تشوف أبطال حلفين بدرك كلنا واحد، هي علمتنا الانتماء للبلد وعلمتنا حب الوطن وقد ايه الشرطه ووزاره الداخليه بتضحي علشاننا عشان تحمينا. النهارده كان يوم جميل جدا، احنا اتعلمنا حاجات كتير زي ان احنا نعرف نساعد بعض، حد عنده حقيقه ولا حاجه نعرف اللي احنا نطفيها قبل ما تيجي المطافي، ازاي اللي احنا نتعامل مع المخاطر. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو دعمنا وجابنا هنا، وبتمنى تاني ان هم يدعمونا ويجيبونا هنا تاني. رسالتي للرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يكمل معانا ويدعمنا، واحنا ان شاء الله هنبقى افضل وهنبقى جيل متحضر. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحب القرايب. لما تشوف افضل حلفين يحمو يبنوا اليوم الدين، وليك يا مصري ردوا الدين لاجل بلدنا ما بالاعمار. لما تشوف افضل حلفين بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي المجهود الكبير اللي هو بذله معانا وعلى كل حاجه هو عملها لنا، فعلا شكرا ليه. وان هو نقلنا من مكان عشوائيات لمكان متحضر، يقدر كل واحد فينا عنده موهبه يقدر يطلعها بجد. انا بشكر سياده الرئيس على المجهود اللي بيعمله مع الاطفال مع اولادنا. بنشكر سيد الرئيس على اللي بيعمله مع اولادنا، واولادنا نفسهم يبقوا حاجه كبيره. نشكر الشرطه طبعا وعليا واقفه ان هي واقفه معانا كده وبتعمل المبادرات ديت لعيالنا، واحنا نفسنا عيالنا يبقى زيهم. هذه الزيارات تاتي ادراكا من وزاره الداخليه لاهميه بناء الانسان واعداد اجيال جديده تفخر بانتمائها لهذا الوطن وتقدر معاني التضحيات التي تقود الى حياه كريمه لكل ابناء هذا الوطن. بكم يا شباب مصر،
يا شباب بلادي تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فرصة كبيرة أتاحتها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لقاطين المناطق الحضرية الجديدة بخاصة من الشباب والطلائع لزيارة المواقع الشرطية المختلفة والتعرف على جهود رجال الشرطة ومنها جهود رجال الحماية المدنية، وهو ما يأتي في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية تجاه قاطين تلك المناطق. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة إزرع، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية. هذا وقد تم إطلاق المبادرة وسط احتفالية شعبية حضرها الآلاف من الفلاحين المستفيدين من المبادرة داخل المجتمعات الزراعية بكافة المحافظات المشاركة، والتي تم تنظيمها بتنسيق الكامل مع متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للإعلان عن انطلاق المبادرة وبداية موسم زراعة القمح. عقد نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شراكة مع شركة ويلز تاورز واتسون للسنة الثانية على التوالي بهدف التعرف على كفاءات ومهارات المنضمين الجدد للتنسيقية كخطوة هامة وأساسية من برنامج تأهيل وتدريب الأعضاء الجدد. تهدف الشراكة إلى قياس الكفاءات عبر استبيان يعتمد على منهجية علمية لقياس الشخصية ورسم سماتها والقدرة على القيادة والتصرف السليم ومهارات التواصل والتفكير النقدي وغيرها من الكفاءات الهامة للكوادر السياسية للوقوف على نقاط قوتهم ونقاط التنمية لتستمر عملية التدريب والتطوير بشكل أكثر تفصيلا بناء على نتائج للتقييم. تتواصل استعدادات مدينة السلام لاستقبال الوفود المشاركة بمؤتمر كوب 27، وفي هذا الإطار تنتهج مدينة شرم الشيخ آليات متنوعة للتسهيل على المشاركين إجراءات التسجيل والتحركات بوسائل نقل صديقة للبيئة ووسائل أخرى لوجستية، والتي يرصدها لنا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز في التقرير التالي. بمجرد الوصول لمطار شرم الشيخ الدولي تجد هؤلاء الشباب الذين يساعدوك على التوجه لكوب 27، إما لأماكن التسكين الخاصة بالوفود أو حتى لأماكن عقد المؤتمر في حد ذاتها، إما في المنطقة الزرقاء أو حتى في المنطقة الخضراء. ولكن لتنتقل إلى المنطقة الخضراء أو المنطقة الزرقاء هناك وسائل نقل صديقة للبيئة تنتظرك خارج المطار. في البداية ينتظرك الشباب المتطوعين لكوب 27 ويمسحون البطاقات الشخصية أو جوازات السفر لحصر الأعداد التي ستحضر مؤتمر المناخ، ثم بعد ذلك تتجه لخارج المطار لتركب إحدى هذه الوسائل الصديقة للبيئة، وهذا ربما الآن أنا متواجد داخل إحدى هذه الوسائل. هذه الوسائل تعمل إما بالكهرباء أو حتى بالغاز الطبيعي، تنقلك بالمجان إلى المكان الرئيسي لاستخراج التصريح الخاص بالأمم المتحدة والذي سيسمح لك بالحضور أو المشاركة
بالمشاركة أو حتى بالعمل داخل المناطق المخصصة لها داخل كوب 27. للحصول على هذا التصريح سنقوم بعدة خطوات، ومن أولها الوصول لهذا المكان وتقديم البطاقة الشخصية. دعونا نتعرف على هذه الخطوات، هيا بنا. الآن نحن في الخطوة الثانية لاستخراج التصاريح الخاصة بالأمم المتحدة لتغطية كوب 27. هنا داخل هذه القاعة عليك التأكد من شيئان. الشيء الأول هو البطاقة الشخصية إذا كنت مصري الجنسية، أو جواز السفر إذا كنت غير مصري. ثم بعد ذلك تتوجه لإحدى هذه الشبابيك أو أحد هذه الشبابيك، هنا يستقبلك المتطوعين هنا الخاصين بالأمم المتحدة الذين يتحدثون إما باللغة العربية أو حتى اللغة الإنجليزية للتواصل مع يعني جميع الجنسيات بشكل عام. ثم تبدأ بتقديم الموافقة الخاصة بالأمم المتحدة أو الأكنولجمنت لتر الذي أرسل إليك عبر البريد الإلكتروني، الذي يؤكد على يعني موافقة لك على حضور مؤتمر المناخ، وتقدمه هنا على هذا الشباك. وبعد ذلك خلال دقيقتين أو ثلاثة بالكثير يتم استخراج هذا التصريح عن طريق تقديم البطاقة أو جواز السفر والموافقة الخاصة بالأمم المتحدة. ثم يتم تصويرك هنا، يتم التصوير هنا في هذه الكاميرا واستخراج التصريح في هذه اللحظة في هذا الوقت. ثم يتم بعد ذلك التوجه لإما أماكن التسكين أو حتى أماكن العمل داخل المنطقة الزرقاء أو المنطقة الخضراء. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. هذا وقد شهدت مدينة شرم الشيخ مدينة السلام مسيرة بمشاركة عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن البيئي من عدة دول إفريقية قبيل انطلاق قمة المناخ كوب 27، كما طلبت المسيرة بضرورة النظر والنظرة إلى القارة الإفريقية لما تعاني من تداعيات ناتجة عن تغير المناخ رغم أنها الأقل إسهاما في أسبابه. كما طلب المشاركون في المسيرة بضرورة تنفيذ الدول الغنية لتعهداتها، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية. We'll be right back.
أكد الاتحاد الأوروبي أن التكتل قام بأخذ زمام مبادرات وتدابير فعالة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أنه مع دخول قانون المناخ الأوروبي حيز التنفيذ منذ عام 2021 أصبح لدى الاتحاد الأوروبي إطار تشريعي طموح وملزم يغطي جميع قطاعات الاقتصاد لتحقيق أهدافه المناخية. وفي بيان له عبر الإنترنت أوضح الاتحاد الأوروبي أن قادة العالم عليهم إظهار التزام جدي ناحية طموحات البلدان النامية بشأن المناخ. وعبر الاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بمخرجات مؤتمر كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ، موضحا أنه يجب على مجتمع المانحين طمأنة البلدان النامية بشكل جماعي بأنه سيفي بوعده بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل أسرع. شهد ملتقى البحرين للحوار والمنعقد بالمنامة الدعوة إلى علماء الدين الإسلامي في العالم أجمع إلى المصارعة بعقد حوار إسلامي إسلامي جاد، وذلك من أجل إقرار الوحدة والتقارب والتعارف من أجل الأخوة الدينية والإنسانية. وخلال الجلسة الختامية للملتقى بحضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وقداسة بابا الفاتيكان وملك البحرين، تم التشديد على أهمية أن ينص في قرارات هذا الحوار على وقف خطابات الكراهية المتبادلة وأساليب الاستفزاز والتكفير، وضرورة تجاوز الصراعات التاريخية والمعاصرة بكل إشكالاتها ورواصبها السيئة. أعربت مصر عن إدانتها لمحاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، وأكدت مصر على تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، متمنية سرعة الشفاء لرئيس الوزراء السابق وكافة المصابين. إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة أن تذهب الحبوب الروسية والتي يتم إرسالها بموجب اتفاق التصدير عبر البحر الأسود للدول الإفريقية الفقيرة مجانا. وقال بوتين أنه حتى لو انسحبت روسيا من اتفاق لنقل الحبوب مرة أخرى فإنها ستعرض الكمية الكاملة من الحبوب المخصصة للدول الأكثر فقرا من مخزونها بالمجان. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح بتجنيد مرتكبي الجرائم الخطرة. ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء أن القانون يستثني المدانين بارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي على أطفال أو الخيانة أو التجسس أو الإرهاب. كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي أمر بصرف 195 ألف روبل لمرة واحدة للجنود المتعاقدين للقتال في أوكرانيا.
تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا، خاصة بعد انتهاء عملية التعبئة الجزئية التي أعلنت عنها روسيا والمحددة ب300,000 من الجنود الاحتياط. وفي خطوة وصفتها الدول الغربية بأنها استنزاف لموارد موسكو، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي بوتين أمر بصرف 195,000 روبل، أي ما يعادل 3,200 دولار لمرة واحدة للجنود المتعاقدين الذين تم استدعائهم للقتال في أوكرانيا. وفي مرسوم نشر على موقع الكرملين على الإنترنت، أعلن بوتين أن المبلغ يهدف إلى اتخاذ تدابير إضافية للدعم الاجتماعي للجنود المتعاقدين الذين تم استدعائهم دون الخوض في تفاصيل أخرى. أما ميدانيا، فقد أفاد القائد العام للجيش الأوكراني أن القوات الأوكرانية دمرت 278 طائرة حربية روسية خلال 8 أشهر من القتال، موضحا أن ذلك يتجاوز عدد الطائرات الحربية التي خسرها الاتحاد السوفيتي سابقا في تدخله العسكري في أفغانستان ما بين عامي 1979 و 1989. أوكرانيا تشكل الآن ضغطا متزايدا على القوات الروسية في الجنوب بفضل العتاد العسكري الذي زودها به حلفاؤها الغربيون، ومن بينه منظومة صواريخ هيمارس الأمريكية الصنع. وفي تطور آخر، نددت كييف بما قالت إنها عمليات ترحيل روسية لمواطنين أوكرانيين في منطقتين تسيطر عليهما قوات موالية لموسكو، قائلة إن هذه العمليات تعد انتهاكات صارخة للقانون الدولي. هذا وقد أمرت روسيا المدنيين في منطقة خيرسون الجنوبية بمغادرة مناطق على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، وأبلغت هذا الأسبوع الموجودين في منطقة عازلة على الضفة الشرقية بطول 15 كيلومتر بضرورة المغادرة أيضا. بحثت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي سبل محاسبة روسيا على هجماتها ضد المدنيين في أوكرانيا. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانينو، حيث بحثا التنسيق الوثيق المستمر لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على تدخلها العسكري غير المبرر في أوكرانيا. وفي بيان لها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن شيرمان وسانينو أكدا التزامهما المستمر بتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق بشأن الصين، كما أعربا عن تطلعهما إلى الجولة القادمة من الحوار بينهما حول الصين والمشاورات بين الهند والمحيط الهادئ والمقرر انعقادها قبل نهاية العام الجاري في واشنطن. اتفق وزراء خارجية مجموعة السبع على ضرورة وضع آلية للتنسيق لمساعدة أوكرانيا في ترميم البنية الحيوية والدفاع عنها. وفي تصريح صحفي لمسؤول كبير بالخارجية الأمريكية، أكد المسؤول أن هذا الأمر هو محل اهتمام لمجموعة السبع التي توافقت أيضا في الآراء والمقاربات حيال الصين ومدى الحاجة إلى تعزيز التنسيق فيما بينهم بشأن الاستراتيجية المتبعة مع بكين. بحث وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا ونظير الإيطالي أنطونيو تيداني سبل تسريع تسليم حزمة المساعدات الأمنية الأخيرة والتي تعهدت إيطاليا مؤخرا بتقديمها إلى أوكرانيا للمساعدة في صد العمليات العسكرية الروسية. وعلى صفحته بموقع تويتر، أوضح كوليبا أنه بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الإيطالي طرق تسريع تسليم أحدث حزمة من المساعدات الأمنية الإيطالية لأوكرانيا. من ناحية أخرى، أعلن نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكسي هورموف أن القوات الروسية استخدمت خلال الفترة بين 27 من أكتوبر الماضي والثالث من نوفمبر الجاري حوالي 68 صاروخا و30 طائرة بدون طيار لمهاجمة الأراضي الأوكرانية.
صرح سفير روسيا في واشنطن أنتوني أنتوفو أن آلية سقف الأسعار التي سيفرضها الغرب على النفط الروسي يمكن أن تمتد إذا نجحت لتشمل خامات وسلعا أخرى تهم الغرب بما في ذلك الغاز والمعادن. أضاف سفير روسيا في واشنطن أن مبادرة الخزانة الأمريكية بوضع سقف سعر للنفط الروسي ستدفع الاقتصاد العالمي إلى متاهة قاتمة. كما شدد السفير الروسي على أن بلاده ستوقف توريد النفط للدول التي ستقرر تطبيق آلية قسرية لضبط الأسعار بشكل مصطنع. أعلنت بريطانيا أنها ستحظر على السفن والشركات البريطانية نقل النفط الخام الروسي في حال تخطي سعر شرائه للسقف الذي حددته مجموعة السبع واستراليا. وأكدت وزارة الخزانة البريطانية أن التشريع الذي يدخل حيز تنفيذ اعتبارا من 5 ديسمبر يفرض حظرا على السفن وشركات الخدمات البريطانية التي تسهل النقل البحري للنفط الخام الروسي. وللمزيد في سياق التقرير التالي. في خطوة من شأنها كبح جماح أسعار الطاقة المرتفعة، أعلنت بريطانيا أنها ستحظر على السفن والشركات البريطانية نقل النفط الخام الروسي في حال تخطي سعر شرائه السقف الذي حددته مجموعة السبع وأستراليا. القرار البريطاني يأتي بعد حظر الاتحاد الأوروبي التأمين على السفن التي تنقل الخام الروسي واتفاق مجموعة السبع على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي بهدف تقليص عائدات روسيا ومواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. بحسب وزارة الخزانة البريطانية، فإن التشريع الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 4 ديسمبر المقبل يفرض حظرا على السفن وشركات الخدمات البريطانية التي تسهل النقل البحري للنفط الخام الروسي. الحظر سيطبق ما لم يتم شراء النفط بسعر مماثل أو أقل من الحد الأقصى الذي حدده تحالف الحد الأقصى للسعر الذي شكلته دول مجموعة السبع وأستراليا. الحكومة البريطانية أوضحت أن الحظر يعنى بشكل خاص بتأمين السفن، وهو مجال تحتل فيه بريطانيا مكانة رائدة عالميا. ووفقا لوزير المالية البريطاني، فإن هذا الإجراء الجديد يواصل تضييق الخناق على ما وصفه بآلة روسيا الحربية، بحيث يصعب على موسكو الاستفادة من العملية العسكرية في أوكرانيا. حذر رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات كلاوس مولر من احتمال نفاد مخزون الغاز بالبلاد مع حلول فصل الشتاء. أوضح مولر أن مخزون الغاز لأكبر اقتصاد في أوروبا يكفي لتسعة أو 10 أسابيع فقط. كانت الوكالة الاتحادية قد ناشدت الألمان مرارا إلى تخفيض الاستهلاك بنسبة 20% على الأقل لتجنب أزمة في فصل الشتاء. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين عن حزمة دعم كبيرة لقطاع الطاقة في دول غرب البلقان بقيمة 1,000,000 يورو، وتأتي جميعها في شكل منح من الاتحاد الأوروبي لمساعدة المنطقة في معالجة العواقب المباشرة لأزمة الطاقة وبناء المرونة على المدى القصير. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن هذا المبلغ سيدعم أيضا الأسر والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها. That our opponents look at the Western Balkans as a geopolitical chessboard. تراجع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة قليلا في أكتوبر في سابع انخفاض شهري على التوالي، وبهبوط بلغ نحو 14.9% عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في مارس الماضي. وقالت الفاو إن مؤشرها والذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم بلغ في المتوسط 135.9 نقطة في الشهر الماضي مقابل مستوى معدل إلى 136 نقطة في سبتمبر. أعلنت كوريا الجنوبية نشر ما يصل إلى 80 طائرة مقاتلة من بينها مقاتلات الشبح بعد رصد 180 طائرة حربية كوريا الشمالية. وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية قالت إنها اتخذت إجراءات مضادة بعد رصد حوالي 180 مسارا لطائرات حربية كورية شمالية تحلق على مختلف الأجواء في أراضي الجزء الشمالي.
التوتر في شبه الجزيرة الكورية يصل إلى مرحلة جديدة، فعقب رصد كوريا الجنوبية ل 180 طائرة حربية لنظيرتها الشمالية، دفعت سول لاتخاذ إجراءات مضادة بنشر 80 مقاتلة من بينها مقاتلة الشبح. حدة التوتر بين الجانبين زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة في أعقاب إطلاق بيونغ يانغ للعشرات من التجارب الصاروخية الباليستية، رداً على المناورات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تعتبره بيونغ يانغ تهديداً لأمنها. كما أطلقت كوريا الشمالية نحو 80 قذيفة مدفعية على المنطقة العازلة في بحر اليابان، وذكرت سول أن جارتها الشمالية أطلقت أكثر من 20 صاروخاً باتجاه البحر المفتوح منذ يوم الأربعاء الماضي، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس حربية نووية. التوتر تصاعد مؤخرا بين الكوريتين بشكل غير مسبوق لأول مرة منذ 5 سنوات على الأقل، وسط تجارب صاروخية متكررة تجريها بيونغ يانغ، ويخشى المراقبون أن تكون تمهيدا لتجربة كبيرة كإجراء تفجير بسلاح نووي أو هجوم صغير على كوريا الجنوبية. هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أوضحت أن الطائرات الحربية الكورية الشمالية حلقت على مختلف الأجواء في أراضي الجزء الشمالي من خط العمل التكتيكي ومياه الشرق والغرب من شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أنها احتفظت ب 240 طائرة حربية مشاركة في مناورات مشتركة مع القوات الأمريكية بحالة تأهب مع مشاركتها في المناورات المخطط لها. ويراقب الجيش الكوري الجنوبي تحركات الجيش الكوري الشمالي وتطورات الموقف بالتنسيق الوثيق مع القوات الأمريكية، مع الاحتفاظ بحالة التأهب الصارم استعدادا لاستفزازات كوريا الشمالية الإضافية المحتملة. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في قصر الشعب ببكين المستشار الألماني أولاف شولتز في أول زيارة لزعيم من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السابع للصين منذ بداية تفشي فيروس كورونا. وقال الرئيس الصيني إن زيارة شولتز لبكين تعزز التعاون العملي مع ألمانيا. من جهته أكد المستشار الألماني خلال اللقاء رغبة بلاده في زيادة تطوير التعاون الاقتصادي مع الصين رغم وجهات النظر المختلفة بين البلدين. 20大召开后首位来访的欧洲领导人，这也是你就任以来首次访华。相信。 نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة لخصخصة منظومة التعليم العالي تزامنا مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لخصخصة منظومة التعليم العالي تزامنا مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، كما شدد على استمرار ملكية الدولة لقطاع التعليم دون أي نية لخصخصته، وتلتزم الدولة بموجب الدستور بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله مع تقديم خدمات تعليمية متطورة وقائمة على ضمان الجودة وبالمجان لكافة المواطنين على حد سواء دون أي تفرقة، باعتبار التعليم حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك ساهم منذ انطلاقه وحتى الآن في تنفيذ أكثر من 198,800 مشروع بقروض تصل إلى 25 مليار و200 مليون جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالي 1,900,000 فرصة عمل. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مشروعك يدعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات بدءا من القرى والنجوع وحتى المراكز والمدن والأحياء من خلال تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة تعمل على تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة إلى منتجة، والارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بها، ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب. شارك وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في التوقيع على إعلاني النوايا المشتركين بين مصر وألمانيا للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر، وذلك بهدف المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة
ومواجهة التغير المناخي. أكد الوزير طارق الملا في هذا الإطار على أن هذا التوقيع يأتي قبل ساعات قليلة من افتتاح COP27 قمة المناخ في شرم الشيخ، والتي تشهد لأول مرة إدراج يوم لخفض الكربون كجزء من الموضوعات الأساسية للمؤتمر لإلقاء الضوء على الجهود وقصص النجاح المحلية والإقليمية والعالمية في خفض الكربون في قطاع البترول والغاز الطبيعي. أصدرت وزارة التخطيط تقريراً حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي الحالي 2022-2023. أشارت الوزارة إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويلية، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16%، علاوة على توظيفه نسبة من القوى العاملة تزيد عن 15% من الإجمالي. وكذلك تتعاظم مساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله لتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي. نظمت وزارة السياحة والآثار زيارة لمقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك بالبر الغربي في الأقصر، وذلك في إطار فعاليات الاحتفال بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف المقبرة. جدير بالذكر أنه تم اكتشاف مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون كاملة في 4 نوفمبر من عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني وارد كارتر. كان الملك توت عنخ آمون كان أحد أبرز ملوك مصر القديمة على مر العصور، ولا تزال كنوزه الأثرية تجذب أنظار العالم. من المقرر أن يتم عرضها كاملة بالمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه. كل الزوار في وادي الملوك من جميع أنحاء العالم كلهم في فرحة غير عادية أنهم بيحضروا هنا في مصر وهنا في الأقصر الاحتفال بمرور 100 سنة على اكتشاف مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون. سفراء العالم جم بالنهاردة بيشاركونا في هذا الاحتفال الرائع، جميع الأثريين، جميع البعثات الأجنبية اللي بتعمل في مصر كلهم الحقيقة بيشاركونا في هذا الاحتفال الرائع. بنقول للعالم كله أن مصر بتصون أثرها، مصر بتحمي أثرها. المتحف الكبير هيفتتح قريب بإذن الله، وهذا المتحف هو هيبقى فيه كل أثار الملك توت عنخ آمون. والنهاردة بنعيد افتتاح منزل هو دي كارتر اللي عاش فيه طول عمره واللي عمل فيه الكشف واللي كشف فيه 5398 مقبرة. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. لم يتبقى سوى التذكير بأهم العناوين. رئيس الوزراء يرد على أسئلة الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي ويؤكد حرص الدولة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار. الرئيس الروسي يواصل إجراءات التعبئة على الجبهة الأوكرانية والغرب يراها استنزافا لموارد موسكو. ردا على تصعيد جارتها الشمالية، كوريا الجنوبية تنشر ما يصل إلى 80 طائرة مقاتلة من بينها مقاتلة شبح. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة. شكرا لحضراتكم ودمتم في أمان الله، إلى اللقاء.